عايزين نعرف ازاي نقدر نقارن ما بين الصور، وازاي ان الصورة مثلا ممكن تشابه صورة تانية باستخدام الهيستوجرام. فتعال نشغل الفيديو ده واوضح لكم احنا عايزين نعمل ايه في الفيديو ده ان شاء الله. فالفيديو ده فيه تقريبا 3 الوان هيظهرهم ورا بعض، تمام؟ فانا عايزك تعد كم مرة هيظهر في اللون الاخضر. تمام، فهو لو انت عديت معاك هتلاقي ان اللون الاخضر ظهر 4 مرات، تمام؟ فهو اول مره هيظهر في اللون الاخضر كان تقريبا في الثانيه، يعني في اول ثانيه كده مثلا، او اول حاجه او اول نص ثانيه، تمام؟ فتعالى كده هنا البرنامج بقى اللي احنا هنعمله ان شاء الله هنديله الثانيه اللي هيظهر فيها اللون بتاعنا، وهو يعدي لنا اللون ده ظهر كام مره. فتعالى مثلا نجرب. هو طبعا انا هنا البرنامج بيبدا هنا، انا مديله اول نص ثانيه، فهو قال لك ان اللون ده ظهر 4 مرات، تمام؟ فتعالى مثلا لو قلت له مثلا الثانيه ونص اللي هو اللون اللي بعده اللي هو اللون الاحمر، المفروض ان اللون الاحمر ظهر 3 مرات. فلو احنا جينا عملنا كده هيقول لك ظهر 3 مرات، تمام؟ فهو دي فكره البرنامج اللي هنعمله النهارده ان شاء الله. فيلا بينا. تمام يا شباب، فاول حاجه هنبدا بيها اللي هي داله الميك فيديو. ميك فيديو ديت داله بتعمل الفيديو اللي احنا شفناه في الانترو بتاع الفيديو بتاعنا، تمام؟ فهو تعال نشوف الداله دي بتعمل ايه. تعال هنا، تمام؟ فهو الداله المفروض انت هتدي لها مين، هتدي لها المكان اللي هيبقى موجود فيه الفيديو فين، تمام؟ وهتدي لها كمان الويدز، تمام؟ وهتدي لها كمان الويدز بتاع الفيديو والهايت العرض والطول بتاع الفيديو ومده مده الفيديو بتاعتك قد ايه بالثواني، تمام؟ طيب فهو طبعا ايه، احنا طبعا اللي شبه ما شفنا هنا ان هتلاقي ان اللون الاخضر ظهر كام مره، ظهر 4 مرات في من اول صفر لحد واحد في اول ثانيه، وفي ربع ثانيه، وفي 7 ثانيه، وعشر ثانيه، تمام؟ ظهر فيهم اللون الاخضر، واللون الاحمر ظهر في الاوقات ديت، واللون الازرق ظهر في الاوقات ديت. فالمجمل يعني ان اللون الاخضر ظهر 4 مرات، والاحمر 3 مرات، والازرق 3 مرات، تمام؟ طبعا انا اللي عامل الكلام ده، تمام؟ فهو تعالى هنا هنشوف هو عمله ازاي. طبعا فكره الفيديو بسيطه خالص، بس في شويه حاجات بس انا كنت عايز اوضحها، احنا اتكلمنا عنها قبل كده، تمام؟ الفكره كلها يعني مثلا في الجزء بتاع ديت البيكسلز، مثلا البيكسلز ديت عباره عن مين، ديت عباره عن نم باي اري، تمام؟ انا عاملها بنفس البعد، الطول العرض والطول، ماشي، بتاعت الفيديو بتاعنا، تمام كده. هي طبعا نم باي اري كلها وحايد، كل القيم اللي فيها وحايد، تمام؟ طب ليه انا عاملها وحايد كده؟ عشان كل قيمه من ديت انا هضربها في اللون بتاعي. يعني مثلا انا عايز اللون الاخضر مثلا ولا حاجه، فهضربها هضرب الاري ديت في اللون الاخضر، فيتخلي لي الشاشه كلها باللون الاخضر، تمام؟ مثلا اضربها في اللون الاحمر في قيمه اللون الاحمر، فتخلي لي الشاشه كلها في اللون الاحمر، تمام؟ وده اللي انا عملته، تمام؟ فهو هنا اللي انا عملته هتلاقي ان هو الايمج اللي هو الصوره اللي انا هعرضها في الفيديو عباره عن البيكسلز ديت في الكالر بتاعي، تمام؟ فين الكالر؟ اهو الكالرز اهي، تمام؟ اللي هو بالترتيب اللي هو بي جي ار، دي اللون الازرق، دي اللون الاخضر، دي اللون الاحمر، تمام؟ طيب بعد كده، بعد كده السطر المهم اللي هو بيقول لك ايه، اللي هو ايمج از تايب ان بي دوت انسايند انتجر 8، اللي هو بتحول الايمج اللي عندنا لنوع انسايند انتجر 8. لو انت ما كتبتش السطر ده الاوبن سي في هتدي لك خطا، تمام؟ طب ليه؟ بص يا سيدي، الايمج اللي عندنا احنا عباره عن ايه؟ عباره عن نم باي اري اللي هي البيكسلز في مين، في الكالر بتاعنا، تمام؟ فالايمج بتاعتنا لما تخلص بقى وتعمل الضرب ده هيبقى الداتا تايب بتاعتها عباره عن فلوت، تمام؟ على حسب ما اعتقد يعني، فهو عباره عن فلوت، تمام؟ ففلوت ديت لما انت تيجي تخلي الصوره بتاعتك بفلوت، اوبن سي في هتعترض وهتقول لك لا كده خطا، وهتدي لك ايرور، تمام؟ فانت المفروض تحول الايمج بتاعتك تخليها از، تقول له ايمج دوت از تايب، وتدي له مين التايب بتاعك اللي هو انسايند انتجر 8، فبالتالي يحولها لمين لانسايند انتجر 8 وما يخليهاش فلوت، وبالتالي اوبن سي في تقدر تكتب الصوره بتاعتك او تحفظ الصوره بتاعتك في الفيديو وما تديلكش ايرور، تمام؟ فالسطر دي مهم جدا عشان ما يطلعلكش اي اخطاء تانيه عندك في الاوبن سي في، تمام؟ طبعا ديت ايه الجزء ده، دي الجزء ده مهم جدا، دي الجزء ده عشان اخلي الصوره اللي عندنا تظهر لمده ثانيه، كل لون يظهر لمده ثانيه محدده، تمام؟ طبعا انا لازم اكون عارف الاندكس بتاع الكولر بتاعي، وعارف انا هبدا امتى وانتهي امتى بالظبط، تمام؟ فانت لو لاحظت ان اللون الاخضر دايما ايه باقي اسمته على التلاتة واحد، تمام؟ يعني 7 باقي اسمتها على التلاتة يبقى لك واحد، 10 باقي اسمتها على التلاتة يبقى لك واحد، وهكذا يعني، تمام؟ واللون الاحمر نفس الكلام وهكذا، تمام؟ فعشان كده ايه دي ترتيبهم في البتاع ديت في الليست الاصليه، تمام؟ يعني ترتيب اللون الاخضر في الليست الاصليه، تمام؟ وترتيبه رقم 1، تمام؟ طب ترتيب اللون الاحمر ترتيبه رقم 2، تمام؟ اللون الازرق ترتيبه رقم 0،
تمام. فعشان كده ايه، حتى هتلاقي اللون الازرق يعني مضاعفات الثلاث اللي هو 3 6 9 وهكذا يعني، تمام. فعشان كده احنا خلينا الترتيب ده بالشكل ده كده، تمام. طيب وبعد كده، بعد كده طبعا هننقل الاف في اس. الاف في اس اللي هو كام؟ 30. انا محدد هنا الاف في اس ب 30 صوره في الثانيه عشان حتى الفيديو يظهر قدامك بشكل طبيعي، وان هو مش مهنج. وطبعا الكلام ده كله اتكلمنا عنه في الفيديوهات اللي قبل كده، فيا ريت ترجع لو مش فاهم الكلام انا بقوله، تمام. فعشان كده في كل اف في اس فريم يعني في مين هنعرض فيه الصوره اللي احنا عايزين نعملها او اللون اللي احنا عايزين نعرضه، تمام كده. بس فهو دي الفكره كلها. فهو اقرا بس الداله، هي بسيطه خالص ما فيهاش حاجه. ولو في الفيديو كله او في الداله ديت مش فاهم اي حاجه، يا ريت تسيب لي الكومنت تحت على الفيديو او تكلمنا على السوشيال ميديا ان شاء الله، وهرد عليك وافهمك كل حاجه. فتعالى بقى نخش في صلب الموضوع بتاعنا اللي هو مين، ازاي نستخدم الهيستوجرام، تمام، بحيث ان احنا نقدر نقارن ما بين الصور. بحيث مثلا ان انا ادي له صوره معينه او وصوره تانية مثلا ولا حاجه، وهو يقول لي اه الصورتين دولت متطابقين، او الصورتين دولت بنسبه مثلا كذا في الميه متطابقين وهكذا يعني، تمام. فاول حاجه تعالى نخش على الداله بتاعتنا اللي هي مين كاونت اوكيرنس اوف فريم، تمام. بتدي لها مين؟ بتدي لها اللي هو الفيديو اللي عندك، المسار بتاع الفيديو اللي عندك. وبعد كده بتدي لها الثانيه اللي ظهر فيها اول صوره انت عايز تحسبها، او اول صوره بتشوف انت كرر كام مره في الفيديو، تمام، طبعا بالثواني، تمام. فمثلا اللون الاخضر اللي عندنا مثلا ظهر في اول نص ثانيه، تمام، او مثلا اللون الاحمر ظهر في اول ثانيه ونص، اول ظهور له مثلا كانت في اول ثانيه ونص، تمام. فهو هيبدا بقى يعد مثلا من اول ثانيه ونص لحد نهايه الفيديو ويشوف بقى اتكرر كام مره، تمام كده. فدي الفكره كلها. طيب فتعالى بقى نشوف هنا دي شغاله ازاي. فاول حاجه احنا هندي لها الفيديو، فهو هيبدا يقرا الفيديو اللي عندنا، تمام. الاوكيرنس ده اللي هو عدد مرات ظهور الثانيه اللي ظهرت او الفريم اللي انت اديته لي، تمام. وبعد كده هنعمل مين؟ هنقول له فيديو دوت سيت، اللي هو هنخلي الفيديو يتحرك ماشي للثانيه اللي هو حددها، تمام، الثانيه اللي انت اديتها لي في الدال، تمام. طبعا لازم تتضرب في الاف في اس، تمام، شبه ما اتكلمنا قبل كده عشان يعرف هو هيروح فين. ما هو الاف في اس دي اللي عدد الفريمز بالثانيه، تمام. فانت مثلا لو عندك 30 فريم في الثانيه، تمام، وانت مثلا اديت له قلت له مثلا عايز اروح لاول نص ثانيه، فهو المفروض انت تدي له 30 في النص هيدي 15، فهو يروح لاول 15 صوره، هيسيب اول 15 صوره عشان يعدي بس الاول نص ثانيه، تمام. يا ريت تكون فاهمني واحنا وضحنا الكلام ده بالتفصيل في الفيديوهات ديت اللي قبل كده شبه ما قلت لك، فيا ريت ترجع للفيديوهات اللي قبل كده. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنقول له فيديو دوت ريد عشان ناخد الصوره ديت، الصوره اللي انت عايز تحسبها، تمام، الصوره اللي انت عايز تشوف الكرار كام مره. هنقول له ريكويستد فريم، تمام. الريكويستد فريم دي بقى هنعمل لها مين؟ هنحسب لها الهيستوجرام بتاعها. طب ففين الداله اللي هتعمل كده؟ في داله اسمها كالك هيست. طبعا احنا اتكلمنا على الهيستوجرام الفيديو اللي قبله على طول، اتكلمنا على الهيستوجرام بالتفصيل. فاحنا هنحول الصوره عندنا لجري سكيل، تمام، وبعد كده ارجع نقول له مين كالك هيست بتاعتها، فيرجع لنا الهيستوجرام بتاعها. طيب بعد كده كده جبنا مين؟ الهيستوجرام بتاع الصوره اللي عندنا. طيب بعد كده هنشوف بقى ايه، تعالى هنا فهنقول له هنا وايل ترو، هنفضل بقى نقرا الفريمز بقيه الفريمز اللي موجوده عندنا في الفيديو. وبعد كده نحسب مين؟ نحسب الهيست او الهيستوجرام بتاع كل فريم، تمام، عشان نشوف كل الصوره فعلا مطابقه للصوره اللي عندنا ولا لا. فبعد كده في داله ثانيه بقى ايه مهمه، اللي هي ار ذا سيم ايمج، تمام، دي اللي فيها الشغل كله بقى. فالداله ديت ايه؟ تعالى هنا بص، ان دي طبعا دي حاجات عشان نوضح بس الكلام. الداله ذات نفسها هتاخد حاجتين اتنين، هتاخد اول هيستوجرام وتاني هيستوجرام، الاثنين اللي انت عايز تقارن ما بينهم. وبعد كده حاجه اسمها اكسبتان ريشيو، تمام، يعني عايز يعني يبقى في مثلا نسبه تقارب ما بين الصورتين بقد ايه، يعني مثلا يعني تقبل لحد امتى، يعني مثلا لما يبقى مثلا في تشابه بنسبه 65% ما بين الصورتين، اقول الصورتين دولت متشابهين ولا لا عايز تعليها اكتر. فانت النسبه ديت انت اللي بتحددها، تمام. عايز مثلا، لا ده انا عايز مثلا ايه يبقوا متقاربين مثلا بنسبه 1، يعني معناها متقاربين او متشابهين بنسبه 100%، تمام. فتعالى بقى نشوف الداله ديت شغاله ازاي. فانت كالك كومبير هيست ديت بتدي لها مين؟ بتدي لها الهيستوجرام الاولاني والهيستوجرام الثاني، والتاني حاجه الطريقه او الميثود اللي انت تستخدمها، يعني عايز تحسبها بأنهي قيم، تمام. في طبعا عندنا اربع طرق مثلا ممكن تستخدمها عشان تقدر تقارن ما بين الهيستوجرامز وبعضها، تمام. فالطرق ديت هنوضحها لك فوق هنا اهو، تمام. في اول حاجه في ايه، طبعا سي في 2 دوت هيست سي ام بي، هيست ديت مفهوم اللي هو الهيستوجرام، سي ام بي دي معناها ايه؟ اختصار لكمبير، يعني عشان تفتكرها دايما كده. يبقى سي في 2 هيست، سي ام بي معناها كومبير، يبقى هيستوجرام كومبير. وبعد كده مين اسم الداله بقى او اسم الطريقه اللي انت هتستخدمها اللي اسمها مين؟ كورال، تمام. كورليشن دي اختصار لكورليشن، كورليشن دي معناها الترابط، يعني الاثنين قريبين من بعض قد ايه وفي ترابط ما بينهم قد ايه، تمام. فلو انت جيت رجعت القيمه ديت، تمام،
لو انت حددت له، لو انت حددت له مثلا بالطريقه ديت، يعني انا مثلا ما حددت تحت هنا ماشي، لو انت مثلا بدل شلت ديت وحطيت كورنل، كورنل دي هترج الريشيو دي هيبقى عباره عن كام؟ هيبقى عباره عن قيمه بين السالب واحد والواحد، تمام؟ فيبقى الريشيو دي عباره عن قيمه ما بين السالب واحد والواحد، تمام؟ بحيث ان الواحد ده عباره عن تطابق تام والسالب واحد لا يوجد تطابق على الاطلاق، تمام؟ طيب بعد كده عندك حاجه اسمها مين؟ انترسكت، تمام؟ اللي هو عباره عن التقاطع. الطريقه دي بترجع ايه؟ بترجع قيمه ما بين الصفر والواحد، تمام؟ بحيث مثلا لو الواحد لو كانت واحد يبقى تطابق تام، ولو كانت صفر مثلا يبقى لا يوجد تطابق على الاطلاق. طبعا يعني دي معناه ايه؟ معناه مثلا لو هو مثلا رجع قيمه مثلا كام؟ 65 من 100 مثلا، ماشي؟ فهو اقرب للواحد عن الصفر، تمام؟ فيبقى يعني ايه؟ الصور قريبين من بعض، معناه كده ان في الصوره فعلا قريبه من بعض، تمام؟ لو مثلا رجع قيمه مثلا 22 من 100، لا ده كده اقرب للصفر عن الواحد، وبعد كده يبقى الصوره معناه، يبقى دي معناه ايه؟ معناه ان الصوره مختلفين، تمام؟ فدي الفكره كلها. طبعا ديت ايه؟ ديت الفكره بقى. الزياده حلوه ديت بقى معناها ايه؟ الزياده ديت حلوه معناها ان كل ما القيمه بتاعتك بتزيد، تمام؟ كل معناها ان الصورتين قريبين من بعض، يعني مثلا كل ما اقرب من الواحد هنا كل معناها ان الصوره ديت يعني ايه؟ الصورتين متشابهين، تمام؟ نفس الكلام كل ما اقرب من الواحد من هنا معناها ان الصورتين متشابهين. فدي الفكره ان الزياده حلوه، كل ما تزود اكتر وكل ما القيمه ما تزيد بتاعتك كل ما كانت ايه؟ الصور متشابهه، تمام؟ طب بعد كده عندك حاجه اسمها ايه؟ عندك حاجة اللي هو اسمها شاي سكوير، تمام؟ شاي سكوير ديت برضك طريقة تانية بيحسبوها، تمام؟ بترجع لك قيمة ما بين الصفر والأنباوند. طب الصفر وفاهمينها، اللي هو الصفر بيبقى يديلك تطابق تام. طب ايه الأنباوند؟ اللي هو ايه؟ الأنباوند دي اللي هي قيمة بعيدة عن الصفر، يعني مثلا رقم 10 15 20 بعيد قوي عن الصفر. الأنباوند ديت لو رجعت لك قيمة بعيدة قوي عن الصفر فمعناه ان هي ايه؟ لا يوجد تطابق على الإطلاق، تمام؟ طيب بعد كده، بعد كده في دالة اسمها تانية مين؟ اسمها بايت شارية، مش عارف انطقها والله، تمام؟ بس هي ديت بترجع لك ايه؟ الاتنين دول بيرجعوا مسافات، تمام؟ فديت بترجع لك برضه قيمة ما بين الصفر والواحد، تمام؟ بحيث لو صفر يبقى تطابق تام، لو واحد يبقى له يوجد تطابق على الإطلاق. في حاجة برضك ممكن تميزهم، ان ديت عبارة عن مسافة، دي بترجع مسافة ودي بترجع مسافة. فطبعا كل ما المسافة ما بين الهيستوجرامز الاتنين او ما بين القيمتين الاتنين بتزيد، كل ما كان التباعد ما بينهم اكبر، وبالتالي هيبقوا الصورتين مختلفين، تمام؟ انما لما المسافة تقل او تقرب من الصفر اكتر، كل ما مثلا يبقوا قريبين من بعض اكتر، وبالتالي تبقى الصورة يعني ايه؟ الصورتين الاتنين متشابهين. فدي الفكرة، تمام؟ فالاتنين دولت افتكرهم، دولت بيرجعوا مسافات، فكل ما بتقل القيمة ما بينهم كل ما المسافة تقل ما بينهم، وبالتالي تبقى الصورة متشابهة، تمام؟ انما دول بيرجعوا القيم كل ما القيمة بتاعتهم ما بتزيد كل ما يكون الترابط او التطابق اكتر ما بين الصورتين، تمام؟ فدي الفكرة. طب ايه اللي هنستخدمه؟ اللي هنستخدمه انترسكت. طب ليه؟ عشان هي قريبة اكتر للنسبة المئوية، يعني دي اللي انا بفضله يعني صراحة. ممكن اقدر ان انا ايه؟ ادي مثلا للدالة نسبة مئوية معينة انا عايز يعني عندها اقبل الصورة، ماشي؟ وهي بقى على حسب بقى بتحسب القيمه بتاعتني، فهي بتديني قيمه ما بين الصفر والواحد، وبعد كده ابدا اقارن ما بينهم، تمام؟ فعشان كده بس، فهي هترجع لي الريشيو هنا بقى ايه؟ هترجع لي قيمه ما بين الصفر والواحد، تمام؟ فانا هشوف الريشيو اللي عندي ديت لو اكبر من او بتساوي الاكسبتن ريشيو، تمام؟ لو ديت اكبر منها او بتساويها فعلا نسبه القبول، فخلاص هقول ان فعلا دولت نفس الصوره، تمام؟ فهي طبعا الداله هنا هترجع لي ترو او فولس، تمام؟ فعشان كده لو مثلا لو كانت الريشيو بتاعتي اكبر من الدال من نسبه القبول فيقول لي ترو، تمام؟ لو اقل منها يرجع لي فولس ويقول لي ان الصورتين مش شبه بعض، تمام كده؟ بس فدي الداله اللي فيها الشغل، تمام؟ بس فطبعا ايه؟ ار ذا سيم، تمام؟ فهنا عندك هنا ار ذا سيم ايمج، فهيترجع لك ترو او فولس، تمام؟ فلو كانت ترو فهنزود الاوكيرنس بمقدار واحد، تمام؟ لو فولس هنفضل مكملين بقى وشغالين كده، تمام؟ بعد كده في الاخر خالص هيبقى عندك الاوكيرنس ده هقسمه على الاف اس. ليه على الاف اس؟ ما انا قلت لك بقى الانسان بيشوف مثلا بالثانيه مثلا، انما الكمبيوتر بيشوف بالاف اس. يعني ايه؟ يعني الكمبيوتر مثلا بيشوف تقريبا 30 صوره في الثانيه، تمام؟ انت بتشوف مثلا صوره في الثانيه، تمام؟ في فهو الكمبيوتر اللي له سرعه عاليه قوي، تمام؟ بيعرض لك مثلا 30 صوره في الثانيه، تمام؟ بيفضل يعرض 30 صوره في الثانيه عشان يبقى يبان لك ان الفيديو اللي عندك مش مهنج، تمام؟ او مش متقطع. فانت لازم لما الاوكيرنس ده هتلاقي ان هو من مضاعفات الاف في اس، اللون الاخضر مثلا ولا حاجه في الثانيه الواحده بيظهر 30 مره مثلا، بيظهر 30 مره، تمام؟ فاحنا قلنا ان اللون الاخضر ظهر مره في اول ثانيه،
وبعد كده هيظهر 3 مرات باقيين، فهو المفروض هيظهر لما بيجي بعد اول ثانية هيعد لك 90 مرة، هيقول لك ان اللون الاخضر ده ظهر 90 مرة. فانت لازم تقسمه على الاف اس تمام اللي هو 30 مثلا تمام في حالة الفيديو بتاعنا، فهيدي لك كام 90 على 3 على 30 هيديك كام؟ هيديك 3 تمام. وبعد كده زائد 1 اللي هو مين؟ اللي هو اول مرة اديتها لي طبعا السنة اللي انت بتديها لي هنا طبعا هو اول ظهور للفيديو، فانا هحط ايه زائد 1 تمام كده. فدي الفكرة كلها تمام. فعشان كده دي مهمة جدا ان انت تقسم مين الاوكيرا على الاف اس تمام بس. وبعد كده هنطبع بقى الرقم اللي ظهر عندنا تمام بس كده. فهو دي الفيديو بتاعنا، وكان صراحة يعني طريقة حلوة جدا، ويعني انا قلت مثلا نعمل حاجة كتطبيق على الهيستوجرام بدل ما يكون كله نظرة ولا حاجة، فدي تطبيق عمل على الهيستوجرام، ودي حاجة برضك من الحاجات اللي بيستخدمها مثلا شبه جوجل لما مثلا تقول له مثلا ابحث لي عن صورة شبه الصورة دي تمام، فهو بياخد الصورة دي يعمل لها هيستوجرام ويحاول يدور على صور شبيهة بالصور بتاعتك تمام. حتى لما مثلا تيجي تبحث على صورة معينة ممكن يجيب لك صورة يعني بنفس درجة الألوان نفس الحاجة بس مش نفس المحتوى مش بنفس الكلام تمام اللي جواه، نفس الكلام بقى ونفس المحتوى دي حاجات تانية بقى اللي هو مثلا الديب ليرنينج والحاجات اللي احنا هنتكلم عنها بعدين ان شاء الله في الكورسات الجاية تمام. انما حاجة مثلا قريبة منها بنفس الألوان ونفس الحاجة دي الحاجات اللي هو بيستخدمها اللي هو الهيستوجرام تمام. فدي تطبيق عامل على الهيستوجرام. رب يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا منه، ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناة تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.